اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي اللي دايما بيبقوا موجودين معايا. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. يعني اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كله كويس الحمد لله. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله كويس الحمد لله. احمد الحمد لله. مبدئيا النهارده هنتكلم عن حاجات كتيره جدا جدا فيما يخص الفتره السابقه، ولكن برضو هسالكم السؤال اللي بدات بيه مع الاستاذ اسامه والاستاذ عبد الحكيم ابو علم، استاذ اسامه السويس واستاذ عبد الحكيم ابو علم، فيما يخص هل هناك محاولات لتشتيت الجمهور الاهلاوي واللاعبين ولاعبي النادي الاهلي بغرض ان احنا نبعد تفكيرنا عن التحكيم، اللي بيحصل في التحكيم واللي بيحصل في موضوع اتحاد الكوره، من ان الجواب استخبى وكذا وكذا وكذا، ولا من وجهه نظركم الامور ماشيه جيده؟ ابدا باحمد. انا شايف ان اكيد طبعا كلام حضرتك مظبوط. شايف ان السوشيال ميديا كمان في الناحيه الثانيه في الزمالك عندهم السوشيال ميديا متحده شويه عن السوشيال ميديا الاهلاويه، وده بصراحه عامل نوعا ما يعني لازم يا جماعه نتحد في الفتره دي، لازم الناس كلها تكون واقفه، لان احنا عندنا 10 ماتشات، تكسب ال 10 ماتشات تاخد الدوري. وعلى فكره هو لسه يعتبر احنا لسه في الموسم الاصلي اللي هو بطوله الدوري وبطوله كاس، احنا اللي خسرناها دي بطوله الكاس بتاعت السنه اللي فاتت يعني. فانت السنه دي لسه عندك دوري ولسه عندك كاس، عندك 10 مباريات. الفتره ديت مطلوب من الجميع التكاتف، الاتحاد مع الناس أوكي. كلها. طبعا انا شايف جمهور الاهلي في المباراه الاخيره في الجونه صراحة كل التحية ليهم، على دايما واقفين جنب الفرقة طبعا. حتى والفرقة متعادلة في الدقيقة 70 و60 والأداء ما كانش أحسن حاجة، إلا الناس برضو بتشجع لغاية طبيعي. هنتكلم دلوقتي في الحاجات دي، ولكن تحية كبيرة لجمهور الأهلي دايما على الدعم، ولكن لازم في الفترة دي يا كابتن إسلام الاتحاد كل الناس تقف جنب بعض، الكرة الاتحاد مع بعض، ان احنا كلنا سواء مجلس اداره نقف ورا مجلس الاداره بتاعه النادي الاهلي طبعا. نقف ورا مدير الكوره بتاع النادي الاهلي، نقف ورا اللعيبه، نقف ولازم الناس كلها المدير الفني، الجهاز الفني بالكامل، كل الناس دي لازم كلنا نقف ورا، لان الفتره دي زي ما قلت لحضرتك يعني لو استعرضنا بس كده المباريات المتبقيه للفرق الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هي ال10 مباريات المتبقيه، احنا بقينا 10 ماتشات عندنا. انا شايف ان الثلاث ماتشات اللي جايين بنسبه كبيره، الثلاث جولات اللي جايين هيحددوا شكل الدوري رايح على فين. صحيح الدوري هيفضل لغايه اخر اسبوع واخر اسبوعين، ولكن الثلاث مواجهات الجايين للزمالك ادي المباريات. النادي الاهلي عنده المقصه، عنده المقاولين، عنده الاتحاد السكندري، وعنده كمان بعد كده يمكن الاول المقصه، وبعد كده المقاولين، وبعد كده فاركو، وبعد كده الاتحاد، وبعد كده المصري وسترن كومباني والاسماعيلي وامبي والجيش وسيراميكا. تعال نشوف مباريات الزمالك اللي جايه. الزمالك عنده فيوتشر وعنده بيراميدز وعنده الجونه في الجونه. فالثلاث ماتشات الجايين للزمالك انا شايف ان الثلاث فرق لسه في ال10 ماتشات دول الثلاثه هيعطلوا، يعني الثلاثه اكيد هيحصل ان في واحد فيهم هيعطل، الثلاث فرق هيعطلوا في مباريات من اللي جايه. ولكن اللي هياخد الدوري هو اللي نسبه يعني العطل العطل او التعثر اللي هيحصل في المباريات دي هتبقى اقل، ده اللي هياخد الدوري. فالنهارده مباراه الزمالك اللي جايه الثلاثه صعبه، فيوتشر، بيراميدز، الجونه في الجونه اللي هو بينافس على الهبوط، وبيراميدز بيعتبر بينافس على الدوري دلوقتي. مباراه فيوتشر برضه منافس قوي جدا ويعتبر الرابع دلوقتي حاليا، الرابع على الدوري ولسه واخد كاس الرابطه وعايز يرجع. كابتن علي ماهر بقاله بيمر بفتره تعثر بعد ما اخد كاس الرابطه، فعايز يرجع على حساب الزمالك. مباريات بيراميدز، البنك الاهلي، الزمالك، المقاولين، المحله، سموحه، فيوتشر، سيراميكا كليوباترا، الجونه. فانت بتتكلم لا برضو مباريات صعبه، مباريات صعبه بس انا شايف ان مباريات الزمالك الثلاثه اللي جايين ثلاث مباريات صعبه، ممكن يحصل تعثر في واحد من المباريات دي. عشان كده انت كنادي اهلي لازم تكسب ال10 مباريات الجايين. انت شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله لو فزت بال10 مباريات الجايين دول اعتقد ان شاء الله ان انت هتبقى بطل الدوري. طيب كريم برضو عايز اسالك عن الضغط العصبي والنفسي اللي بيقابل من لعيبه النادي الاهلي او اللي محطوط على لعيبه النادي الاهلي خلال هذه الفتره. واضح جدا يا كابتن اسلام في الفتره الاخيره ان الارهاق البدني اوكي بيؤثر على الضغط العصبي وكمان ورزانه اللاعبين داخل الملعب. دي نقطه مهمه جدا حتى للرياضي، يعني حتى في علم النفس، الالعاب الرياضيه حتى مش الكوره بس، دايما الرياضي اللي محافظ على توازنه النفسي وعلى ثباته الانفعالي بيؤدي احسن بكتير من الشخص العصبي. انا ملاحظ ان لعيبه النادي الاهلي طبيعي ان هم في الفتره الاخيره وبعد الاجهاد البدني الشديد في وجهه نظري يعني خلاص تاكد لما الناس شافت يا عيني عمرو السوليه مجرد بس بيعمل باك باس في ماتش
الجونه شفنا يعني بيتعرض لمزق في العضله الخلفيه، والناس تيقنت ان اللعيبه فعلا بيمروا بمرحله بدنيه واحمال بدنيه سيئه بقالها فتره، وبدات النادي الاهلي للاسف يجني ثمارها في الوقت الحالي، وعدد من اللاعبين شفنا محمد شريف بيقع، حسين الشحات بيقع، عمرو السولية بيقع، والامان لا قدر الله مين ممكن تاني يقع في الفتره يعني. هو الراجل واضح ان هو معاه السكاوت يعني المحللين الاداء اللي معاه بيقولوا له، لان هو طلع المؤتمر الصحفي اللي فات وقال ان جايز جدا يا جماعه يحصل اصابات. طبعا أكتر. طبعا طب ولسه هنتكلم على الحته دي عشان بس برضو نبين للناس دلوقتي بنتكلم على الضغط النفسي والعصبي. أوكي. طبيعي جدا دلوقتي اللعيبه فعلا متعصبه، وعندنا مثالين واضحين جدا حصلوا قدامنا في ماتش نادي الزمالك وماتش نادي الجونه. ماتش نادي الزمالك شفنا عديد من لعيبه النادي الاهلي بيطالبوا حكم اللقاء بانذار تاني لزيزو، لكن زيزو ما كانش واخد غير انذار واحد فعلا. ماتش الجونه شفنا رامي ربيعه يا عيني من ضغط العصب بتاعه جايب الجون، اسال اي دكتور اي طبيب نفسي يقول لي بعد المفروض بعد الجون ده اللعيب يفرح لان هو مضغوط عصبي، مش يفرح عشان الناس تقول لي يا كريم هو يعني هيفرح واحنا مغلوبين الكاس، لا هو بيفرحش عشان هو نسي نتيجه الكاس، لا ان في ضغط عصبي، دي حاجه لا شعوريه، حاجه لا شعوريه داخل الرياض مغلوب بطوله او خسران بطوله وفي وقت ضغط، اول ما بيحس ان هو حقق شيء غصب عنه ممكن يفرح ويبدا يحتفل باي شكل إن كان حتى يروح الجمهور، لان رامي ربيعه بيروح لعماد السيد بيقول له هات الكره عشان عايز سنتر، واضح ان في ضغط عصبي شديد جدا جدا جدا. أوكي. طبعا محاولات من الجهاز الفني ان شاء الله ان هو يحاول يخرج اللعيبه من النقطه دي، ولكن هو طبعا لازم يحل النقطه الاولى اللي هي الاحمال البدنيه السيئه اللي النادي الاهلي عاشها بقاله اعتقد 7 شهور و8 شهور من مدرب الاحمال السابق اللي كان مع بيتسو موسيماني، وبصراحه انا كنت انتقدته كتير رانجونجا ان هو كان بيعمل في احمال في عدد من التدريبات اللي اللعيبه بتاخدها، يعني مثلا كنا نسمع اللعيب الفريق بياخد 8 ايام اجازه هوب يرجع على تقسيمه والكلام ده اتقال كتير، لكن في الاخر حصل اللي حصل. طبعا بكل تاكيد المعلومه الاكيده قدامنا حاليا ان الجهاز الفني الجديد دي مش شيلته مش ازمته، هو بيحاول يحل، والراجل ما عندوش اي مساحه في الوقت الحالي انه يزود احمال اللعيبه، هو فعلا زي ما قال بيحاول بس يعمل تدريبات استشفائيه. احمد من متابعتك لريكاردو سواريش، هو الاسلوب اللي لعبه اللي جاي بيه من فيسنتي، ولماذا حول طريقه اللعب او غير طريقه لعبه اذا كان غيرها في مباراه الجونه؟ يمكن هو مستر ريكاردو على فكره مدرب عنده فكر، يعني بيلعب بكوره عنده فكر حديث عايز يطبق كوره حديثه، هو دايما بيتابع قوي برضو عشان هو بس فاهم. هو غير الفكر، هو بيلعب بنظام البوزيشنال بلاي اللي هو اللعب التموضعي اللي هي الكره الحديثه دلوقتي في اوروبا، المدارس الحديثه اللي هم اللي طالعين الشباب اللي طالع جديد بيستخدموا حاجه نعرض بس البوزيشنال بلاي، يعني ايه ده في الكره الحديثه نشرحها، يعني ده خلق تفوق عددي او نوعي للفرقه. اوكي. دايما وسواء في مراحل البناء، تعالنا سمير لو سمحت، انت ازاي بتخلق تفوق عددي في مراحل اللعب؟ عندك بتبقى زي ما احنا شايفينها كده، ده البوزيشنال بلاي، ده في نظام الكتب التدريب، يعني هات بس الصوره الاولانيه اللي هي مكتوب عليها البوزيشنال بلاي هتلاقي فيها يعني نظام التفوق العددي اللي هي ايه، ايوه هي الصوره دي، 2-3-2-3 ده كان فكره، يعني ان انا هلعب 2-3 زي ما كان بيلعب مثلا باتنين مساكين عبد المنعم وياسر ابراهيم مباراه الزمالك، وقدامهم كان حمدي فتحي وبعد كده السوليه وديانج الثلاثه الارتكاز وقفشه ناحيه اليمين وعبد القادر ناحيه الشمال، وقدام كان محمد شريف. هو الراجل الفكره فكره الطريقه دي ان انت دايما زي ما انتم شايفين كده التريانجل اللي هي المثلثات الموجوده والدايموند بتستحوذ على الكوره اكتر قدر، بتعمل ضغط عالي، عامله لك تفوق عددي في الهاف سبيس. فالطريقه دي مشكلتها بقى مع النادي الاهلي ان الراجل ده جه في وسط موسم، دي رقم واحد. رقم اتنين ان في كريم اتكلم على كميه الاصابات الموجوده والجهد البدني والارهاق البدني الموجود، فالراجل جاي يعني مش عارف يطبق الفكر ده لان مفيش ما يسعفه عشان تطبق البوزيشنال بلاي دي. اولا لازم تحرك بدون كوره، لازم يبقى اللعيبه جاهزه بدنيا، لازم يبقى في ضغط عالي، لازم هو لو اتعمل هيبقى لو اتعمل هتبقى في حته تانية، هتبقى أوكي. اصلا النادي الاهلي بيقدم كوره حديثه، كوره متطوره، وده اللي حصل في مباراه فيوتشر. فيوتشر عشان اللعيبه كانت واخده راحه اسبوع، فبدا هو الاسبوع الوحيد اللي بدا يطبق نوعا ما فكره، فبدانا نشوف الكوره الحديثه. فاللي حصل ان الاصابات الكتير برضه، توظيفه القفشه ناحيه اليمين ده بس الحاجه الوحيده اللي تؤخذ عليه شويه، ان توظيف قفشه ناحيه اليمين مش زي ما بيلعب في العمق.
فبدا يفكر من الشوط الثاني في مباراه الزمالك ايه اللي حصل في فكر الراجل. ان انا شايف كميه الاصابات الموجوده، شايف الارهاق البدني، شايف ان الفتره اللي احنا فيها فتره صعبه، انا عايز اعدي المرحله دي عشان اقدر اقف على رجلي، ما انا لازم احاول ان انا احافظ على النتائج واحاول ان انا اخد دوري عشان بعد كده اقدر ابني للموسم الجاي. فبدا يفكر وراح لل 3 4 3 من الشوط الثاني في مباراه الزمالك ومباراه الجونه. ليه الطريقه ديت؟ اولا النادي الاهلي كان عنده مشاكل دفاعيه في المباراه الاخيره كتيره، وشفنا اهداف كتيره ملهاش اي لازمه، بس الراجل قال لك انا هلعب بثلاثه ورا بحيث ان انا اعمل نوع من التامين الدفاعي. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان انا عايز استغل سلاح موجود زي علي معلول، بنشوفه مرهق بدنيا، عايز استغله هجوميا، فانا هحميه بان يبقى في مساك في ظهره، واحاول ان انا ادي حريه لمعلول علي معلول هجوميه. فبدا معلول يبان بالشكل الكويس لما لعب بيه ثلاثة. بعدين قصرت المسافة بدل ال 100 متر قصرتها شوية، وقصرت يعني المسافة شوية. يبقى أنا حسنت كمان الفرقة دفاعيا. الحاجة التانية كابتن إسلام إن إحنا الأجنحة مش موجودة أصلا. أنت عندك الشحات مصاب، عندك طاهر مصاب، عندك بيرسي تاو مصاب، ميكيسوني. عندك زياد طارق مش موجود، ميكيسوني. عندك ميكيسوني كان مصاب، فأنت أصلا ما عندكش إيه أجنحة. أنت بتضطر تجيب قفشة تحطه يمين عشان ما عندكش أجنحة. أوكي. فاضطريت إن أنت غير الإصابات اللي في الارتكاز، أنت السولية دلوقتي اتصاب خلاص مش هيكمل. فانت حمدي فتحي وجنبه قفشه. بمناسبه الاصابات، ريكاردو سواريش قبل مباراه الجونه الاخيره كان واقف مع احد الاصدقاء مراسلنا زميلنا هنا لفاروق صلاح، قال له قبل الماتش، قال له احنا النهارده من يعني اصابتين او ثلاثه هيحصل لنا اصابتين او ثلاثه الماتش اللي جاي، ولسه الموضوع معرض. عشان كده الراجل طلع في المؤتمر الصحفي قال لك بالظبط، معاهم جهاز الجي بي اس بتاع المدرب الاحمال البدنيه بيجيب لهم خلاص اللعيب ده هيقدر يجري قد ايه، اللعيب ده هيقدر يجري قد ايه. فالمشكله ان في لعيبه مثلا بتبقى امكانياتك ان هي 70 دقيقه فبتجري اكتر، فهو متوقع الاصابه من كده، هو متوقع ان هو للاسف لازم هيستخدمه لانه مفيش غيره. يعني واحد زي السوليه ده حرام يطلع من الملعب وانت في نفس الوقت عايز تحميه، يعني السوليه عايز تحميه عشان ما يتصابش، بس لو خرجته من الملعب هتخسره. فاهم؟ فهو الراجل بدا يفكر في الماتشين الاخر ان انا العب ب 3 4 3 عشان كده اقلل الحمل البدني على قد ما اقدر، اعمل نوعا ما برضو حتى وهو بيعمل 3 4 3 اتصاب منه محمد شريف. يعني ما بقاش عنده غير مهاجم واحد حسام حسن، وهيبدا يوظف صلاح محسن كراس حربه عشان يبقى عندك اثنين راس حربه. كوكا بيتصاب منك بيجي له مزق وهو ما لعبش كتير برضو. طيب بمناسبه الاصابات يا كريم، وبرضو ده سؤال مهم، هل الجهاز الفني الحالي مسؤول عن كميه الاصابات اللي موجوده العضليه؟ لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. اصل هو الناس بتشوف ايه، ان هو عمرو سلاح اتصاب فانت الكاميرا اللي فاتت دي مسؤوليتك، هو بيتمرن معاك بقاله 5 ايام فدي بتاعتك. لا طبعا لازم الناس تعرف ان جزء الاحمال في الرياضه يا كابتن اسلام بيقاس بالاشهر بالاشهر. يعني انت النهارده مثلا فريق جاب مدرب احمال جديد مع بدايه الموسم، عشان تشوف نتيجه شغل الراجل ده تستنى 4-5 شهور. زي مثلا كان في صوره متداوله في خلال الايام اللي فاتت للناس اللي بيحبوا يعني الكره العالميه، شفنا نادي ريال مدريد اللعيبه لابسين كذا قناع الاكسجين وبيجروا بيه، واحنا استعجبنا ايه ده، ده عاملين زي رائد الفضاء، دول بيعملوا ايه دول. لا ما قعدنا نعمل سيرش، والشباب يعني في يلا كوره بداوا يجيبوا تقارير، ايه ده، ده ايه الفكره دي؟ قال لك ده احنا بنقيس الاكسجين في الجسم للعيبه في الوقت الحالي، وبنشوف مدى قدره تحملهم عشان نقدر نحط برنامج عشان يلعبوا ما بين 50 او 60 لغايه 70 80 مباراه في الموسم، لو بنحسب الليجا وبنحسب الكاس الملك وبنحسب دوري ابطال اوروبا نهايه الموسم، بواقع ان ريال مدريد بينافس على الثلاث بطولات. فبالتالي الناس النهارده العلم والطب تدخل في الرياضه بشكل كبير جدا، وعشان كده اللعيبه دي النهارده بتاخد مبالغ كبيره جدا 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 عشان يحافظوا على نفسهم، وكمان النادي ساعد ان هم يطلعوا افضل ما عندهم. وبالتالي مدرب الاحمال الحالي مثلا هو جاي مع سوارش ده مش هيظهر شغله خالص في وجهه نظري الشخصيه الا ممكن شهر واحد او اتنين من السنه الجاي. طبعا ليه؟ لان هو اوريدي مستلم حاليا خلاص احنا كم اصابات الناس يعني في ده يعني عارف اللي هو معلش. لا ما دي قصدي دي بقى فيهاش وجهات نظر، يعني الجزء ده مفهوش وجهات نظر. النهارده نجيب اي مدرب لعبه، مش هقول كره قدم بس، كلم مدرب اي لعبه في الدنيا، سله، باسكت، العاب فرديه، تنس طاوله، اي مدرب، قول له هجيب لك بكره مدرب احمال، شغله معاك يظهر امتى؟ 4-5 شهور. هو في مدرب احمال النهارده بيظهر بعد شهر ده، حتى لو واحد هاوي شخص عادي
راح جيم وطلع كاش من محفظة واشترك مع بيرسونال ترينر مدرب شخصي يعني، ودفع عشان يبدأ شغل الراجل ده يظهر عليه جسمانيا مش أقل من شهرين ثلاث شهور، ده شخص عادي يعني. وبالتالي احنا عايزين نقول لا الراجل ده مش شيلتون. في بعض الناس بتقول طب يا جماعه احنا جبنا جهاز فني جديد وفي مش عارف ايه وبتاع، لا خالص ده الكلام ده ابعد عن يكون عن العلم خالص. الراجل حاليا ما بيعملش حاجه غير تدريبات استشفائيه وبيدعي ربنا كل يوم كده يا رب والله قلل من اصاباته. هيعمل ايه يعني يا رب يا كريم؟ هيعمل ايه الاعداد فتره الاعداد يعني حته الاصابات، احنا بنتكلم على الاجهاد، الاجهاد ده مش مبررات، ده حقايق يعني. محمد صلاح دلوقتي في عم انت عشان بتشتغل في قناه الاهلي فمبرر بتبرر يعني. محمد صلاح اخذ اجازه يعني، اخذ اجازه، لعيبه ليفربول كلها بتاخد اجازه استشفى راحة سلبية، بعد كده يبدأ يعمل فترة إعداد، يتعمل له برنامج زي ما كريم كان بيتكلم على مثلا لعيبة ريال مدريد، يتعمل له برنامج عشان يبقى جاهز الموسم. لكن لعيبة النادي الأهلي هنا لا في فترة إعداد ولا في فترة راحة، كل ثلاث أيام ماتش، تلعب في بطولات قديمة بطولات جديدة، فطبيعي. غير أن إيه المشكلة كمان، أن تتابع المباريات دي بيضر بمنتخب مصر مع النادي الأهلي. ما هو قوام منتخب مصر منين؟ من النادي الأهلي. أنت عندك 8 أو 9 لعيبة من منتخب مصر في النادي الأهلي، فده كمان بيضر منتخب مصر يعني تتابع الماتشات. عشان كده كنا اتكلمنا قبل كده على فكره ان انت محتاج يا جماعه تقلل عدد الانديه اللي في الدوري المصري، بدل ما يبقى في 18 نادي لازم تقللهم. بقالك حلقتين على فكره بتتكلم في الموضوع ده جدا، لان ده السبب الاساسي في تتابع الماتشات. طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هتكلموا عن مباراه الاهلي والجونه وايه اللي حصل في هذه المباراه. بعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت هيشرحوا لنا ماذا حدث في مباراه الاهلي والجونه.